مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرواد. النهاردة هنتكلم على العديد من الفقرات والموضوعات التي تهم المواطن المصري. الحقيقة طبعا فريق الإعداد تجول في جمهورية مصر العربية فبحث عن بعض القضايا التي لها أهمية بالمكان، وخاصة من خلال الأحداث التي تعرضت لها البلاد خلال الأسبوع الماضي. من أبرز القضايا التي طرحت هو مؤتمر معهد الكبد بمحافظة المنوفية الذي يعالج يعني يناقش قضية علاج الكبد عند الأطفال، بالإضافة إلى تم رصد قضية راجح وما أسفرت عنه المحكمة بالأمس، كما هناك أيضا تقرير عن قرية تونس تابعة لمحافظة الفيوم. في البداية طبعا بنشكر ونرحب بضيف البرنامج الدكتور سمير عبد الرازق الأمين العام لشعبة المبدعين العرب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. طبعا يا دكتور سمير، احنا برنامج الرواد احنا دائما وأبدا بنبحث عن الريادة في كل شيء، يعني إذا كنا بنرصد القضايا التي بها خلل داخل المجتمع، في نفس الوقت بنرصد الأمور التي بها أمور حسنة في المجتمع. يعني من ضمن هذه التقارير موضوع فكرة علاج معهد الكبد بالمنوفية. النهاردة كان بيناقش الأسبوع اللي فات تقرير عن مناقشة كيفية علاج الكبد عند الأطفال. يعني فطبعا انت حضرتك يعني تعلم مجهود سيادة الرئيس ومجهود الحكومة في موضوع علاج فيروس سي، يعني فانت رأي حضرتك مبدئيا قبل أن نعرض التقرير، يعني دور الدولة في القضاء على هذا المرض اللعين؟ يعني اولا شرف لينا ان احنا نبقى في البرنامج الرائع الرواد، لكن عايزين نتكلم ان اول مره واول سابقه يتم مواجهه فيروس سي بالذات، واكمالا للبرنامج اللي عامله الرئيس. نعم. احنا عندنا برضو اساتذه الكبد في الشرق الاوسط. نعم. لكن الاجمل من هذا هو التعامل الفكري والدبلوماسي، ان يبقى انت بيئه حاضنه للدواء باسعار مناسبه لمعالجه الجمهور. طبعا كانت موضوع علاج الفيروس سي كان مشكله بتقرر الكثير. احنا بنتكلم يعني على علاج شعب كامل. نعم. نعم. مش فئه معينه ولا عدد بسيط، انت بتتكلم على حاجه نقلت مصر عالميا. ان انا اقول ان من اهم الملفات الصحيه اللي تعامل معها السيد الرئيس ملف فيروس سي، واللي انتقلنا بعده ان احنا ننقله للدول الافريقيه، يعني احنا المبادره نفسها نقلت لدول افريقيه. ما بالك بقى ان احنا عندنا معهد الكبد هنا اللي هو الرائد في هذا المرض، وانه يتخصص في المنطقه اللي هي منطقه الطفل، اللي احنا بعتقد ان الاطفال في حاجه ماسه. نعم. للكثير من اهتمامات الفتره الجايه. تمام، طب نشوف التقرير كده وبعدين نرجع لضيفنا الكريم الدكتور سمير عبد الرازق. هي طبعا يعني الجديد ان كانت اتاحة العلاج للاطفال مسموح بها حتى سن الثمان سنوات، لكن دلوقتي حتى سن الثلاث سنوات، وهيبقى فيه مستحضر يعني زي يعني ايه هنقول اكياس تقدر تدوب والاطفال ياخدوها بسهولة، لان السن ده ما يتمكنش انه يقدر يبلع حبوب. فبالتالي هتبقى تقريبا الاطفال اي طفل لا قدر الله مصاب بفيروس سي هيبقى علاجه متاح ومفيش اي مشاكل خالص، مش هيبقى ينتظر سنه او اتنين او تلاته. رغم ان هو المؤتمر الاول ليهم، لكنه مؤتمر واضح جدا ان هو مؤتمر كبير بيشاركنا فيه اساتذه من 10 جامعات في مصر، وبيقدموا كل جديد وكل الابحاث الجديده. انا بتمنى لهم كل التوفيق وبقول لهم انا فخور بيكم جدا. معهد الكبد القومي عامل مؤتمر جميل جدا عن الكبد في الاطفال. احنا بنقول كلمة بقولها لكل الاطباء ان هم يتعلموا الجديد في المؤتمرات. الاطباء الشباب سواء اطباء جراحة مهتم بجراحة الجهاز الهضمي والكبد، سواء اطباء اطفال تخصص اطفال، اطباء النساء لما يشوفوا في مشاكل معينة
طفل اتولد عنده عيب خلقي في القنوات الصفراويه او عنده مشاكل في الكبد، لابد ان هو يبقى فيه المعلومه واضحه جدا ومعلومه معروفه للكل، ان احنا وقت ما بنعرف ان الطفل ده امتى محتاج لعمليه جراحيه زي زراعه الكبد نعملها. النهارده في المؤتمر بنتكلم على جديد في علاج امراض الكبد، علاج امراض الاصابه بالفيروس سي، واحنا كان معهد الكبد جامعه المنوفيه له السبق في بدايه العلاج في الاطفال. ابتدينا من سنتين اتنين او اكثر من سنتين، وتعالج لحد النهارده حوالي 200 حاله، وكانت الاستجابه تقريبا 100%، والعلاج والابحاث اللي كانت بتجرى في المتابعه وقبل العلاج كانت بالمجان. الحاجات التانيه الامراض اللي بيعالجها مهمه جدا اللي هي امراض الركود الصفراوي. عندنا الامراض المهمه اللي هي امراض الميتابوليك او الامراض اللي هي بالعيوب الايدي اللي موجوده في الاطفال، ودي حاجات بتسبب مشكله كبيره للزملاء الاطباء، لكن بنقول لهم ان معهد الكبد هو جدير بعلاج هذه الحالات، فمرحبا باي حالات تحول للمعهد في اي وقت. بحب ان البشرى لمصابي فيروس سي من اطفالنا ان العلاج اصبح مصرح به من منظمه الصحه العالميه لسن 3 سنوات، وكان من المتعارف ان العلاج متاح ومصرح به لسن 12 سنه، فدي احد البشريات اللي بنقلها المؤتمر. طبعا زي ما شفنا في التقرير، طبعا جهد مشكور. مؤتمر معهد الكبد ده مؤتمر حضره أكثر من 10 جامعات بالإضافة إلى 50 طبيب متخصص في علاج طب الأطفال، وطبعا ده يعني شيء يؤكد على أن نظرة الدولة أو اتجاه الدولة هو اتجاه الحقيقي في إصلاح قطاع الصحة. دكتور سمير، من وجهة نظر حضرتك يعني التطرق لاتجاه الدولة في موضوع علاج او التركيز على طب الاطفال في هذه المرحله، يعني اولا معهد الكبد في المنوفيه لازم نثني على دوره الرائد خلال الفترات اللي فاتت. نعم. وكمان ان مش هنتكلم على طبيعه بقى كبد الطفل وكبد الكبير، هو مرض الكبد سواء نعم. كان كبير او صغير، لكن دعما للطفولة وطريقة التعاطي مع المشكلة من بدري، يعني ما يبقى طفل عنده أعراض أي مرض كبد ويبتدي التعامل معه سواء بزرع كبد أو غيره، ده جديد فعلا. نعم. وإنها تتم في معهد المنوفية فده بيحسب لها. تمام. طب إحنا معنا مداخلة تليفونية، الدكتور هشام عبد الدايم مدير معهد الكبد. ألو. أيوة. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدايه طبعا احنا بنشكر حضرتك على مشاركتك معنا في البرنامج، وطبعا بنشكر مجهودات حضرتك على ما يبذل داخل معهد الكبد، وخاصه ان انتم تتطرقوا لنقطه جديده الا وهي موضوع طب الاطفال او تحديدا علاج الكبد عند الاطفال. يعني عايزين نعرف ما اسفر عنه مؤتمر الذي عقد في معهد الكبد. هي المؤتمر ده كان فرصه جميله جدا ان احنا نشارك زمايلنا سواء معهد الكبد او على كل جامعات مصر وكل المهتمين بامراض الكبد في الاطفال، نشاركهم في الجديد، في الابحاث الجديده، في كل ما هو يعني يفيد امراض الكبد وخاصه في الاطفال. تمام. طيب ما اسفر ما خرج به المؤتمر من توصيات عمليه؟ يعني المؤتمر كان بيدور حوالين اكتر من محور، حوالين الامراض الكبد من الناحيه الباطنيه في الاطفال، وكان في جلسه كامله على زراعه الكبد في الاطفال، وبالاضافه الى الامراض الجهاز الهضمي والتغذيه في الاطفال. والحقيقه كل محور طلعنا منه باستنتاجات وتوصيات دي هتساعدنا ان احنا اول حاجه بنحط جايد لاينز لعلاج الامراض الكبد المختلفه. نعم. ودي بتبقى على مستوى مش معهد الكبد بس، على مستوى جمهوريه مصر العربيه. طيب الدكتور سمير عبد الرازق الامين العام لشعبه المبدعين العرب ضيف معانا في البرنامج، عايز يعمل مداخله مع حضرتك بعد سيادتك يا دكتور هشام. طبعا.
اتفضل. اولا سعداء بان احنا نسمع صوت سعادتك والجهود الجباره دكتور هشام، لكن انا عندي تساؤل بعد اذن سعادتك. احنا عرضنا في فتره معينه كشعبه مبدعين عرب مع الدكتور رمضان طمان عالم مصر روسي، وتكلم في عمليه العلاج بطاقه النواه. انا لغايه دلوقتي مش شايف هذا الموضوع مطروح على العلاج الطبي في مصر، فرأي حضرتك ولا هل هذه امكانات ولا بديل علاج لسه ما تعرفش مثلا نتائجه؟ ده عايز اعرفه من سعادتك. لسه ما تعرفش نتائجه، وده ما دخلش في يعني الممارسه الطبيه المعتاده لأي لامراض الكبد خاصه. انما احنا بنرحب باي ابحاث جديده، اي حاجه جديده بتثبت فعاليتها وبتثبت ان هي مفيده للمرضى. ربنا يوفقك. تمام. دكتور هشام عبد الدايم مدير معهد الكبد، تحياتي لحضرتك وبشكرك طبعا، وبشكر مجهودات حضرتك وبشكر دور معهد الكبد اللي هو فعلا حقق التواجد المتميز في علاج هذا المرض اللعين، واستطاع فعلا ان المعهد الكبد ان يحقق الرياده في كل شيء. وانا طبعا بشكر حضرتك واسره البرنامج، بنتقدم لحضرتك بنقدم لك الشكر على هذا الامر. ولكن السؤال الاخير للدكتور هشام، يعني هل توصيات المؤتمر سوف تعمم على جميع المستشفيات او جميع المستشفيات الجامعيه؟ الخط انقطع الاتصال طبعا. يعني انا املنا طبعا ان توصيات المؤتمر بحضور طبعا 10 جامعات ان يكون هذا الامر موجود في جميع المستشفيات التي المستشفيات الجامعيه التي شاركت في المؤتمر. احنا معانا تقرير تاني، موضوع قريه من ضمن قرى محافظات مصر، قريه تونس، قريه من ضمن القرى التابعه لمحافظه الفيوم. لكن القريه ديت فيها بتركز على فكره الصناعات الحرفيه والصناعات الصغيره. دكتور سمير عبد الرازق، انت حضرتك كان من ضمن مشروعاتك في يعني شعبه المبدعين العرب بتناقش قضيه تفعيل المشروعات الصغيره. احنا عندنا امانتين في شعبه المبدعين العرب، امانه نعم. المشروعات الصغيره وامانه الحرف اليدويه. نعم. المشروعات الصغيره هي المشروعات اللي احنا بنسميها للاسف رغم دورها الجبار مشروعات بير السلم، مشروعات اللي هي مش براند كامل، لكن بتغطي فجوه استهلاك داخل، بدل ما اجيب من بره بجيب من جوه. نعم. احنا عندنا حوالي 4000 مصنع. نعم. موجود بيقوم بدور جبار في كافه مجالات التصنيع، بل بالعكس كمان بتوفر لك عمله صعبه، لكن مرت بظروف صعبه جدا ايام الثوره، وبالتالي بدانا نعمل ايه؟ نعمل أمانة اسمها أمانة المشروعات الصغيرة، نجمع المشاكل الخاصة بيها من خلال بنك المشروعات القومية. وكمان في قرى كثيرة جدا في مصر متميزة في المشروعات الصغيرة. لا، ما أنا هجيلك على الحرف اليدوية. بنتكلم والمشروعات الصغيرة. بدأنا نستقبل ورقة عمل المشروعات المتوقفة من حيث المساحة، من حيث التمويل، إيه سبب الوقف المصاعب بعد يناير، وبدأنا نعرض هذه الملفات على مراكزنا في الدول العربية، لأن هناك في مستثمر مش لاقي مشروع، وهنا في مشروع ناقص تمويل. أما بيجي المستثمر بيوصلهم لبعض ونقول لهم ابتدي اشتغل، احنا تعبنا عبال ما انتوا تلتقوا. نيجي بقى الحرف اليدوية اللي في لها الريادة، وخصوصا المحارب جمال طلعت، وهو دلوقتي مدير تنفيذي صندوق تحيا مصر نتيجة جهوده الجبارة في الحرف اليدوية. الحرف اليدوية فيه تدريب فعلي من خلال مراكز على مستوى المحافظات على 20 حرفة، غير القرى المنتجة. القرى المنتجة اللي حضرتك قلتها زي قرية ساقط أبو الشعرة اللي هي لإنتاج السجاد، وقرية تونس للخزف، وقرية ساقط المنقادي عندنا للأساس الخزفي. طيب نشوف التقرير وبعدين نرجع لحضرتك على أساس إن احنا نوجه عناية السادة المشاهدين والمسؤولين على الاهتمام بهذه القرى في تفعيل فكرة النشاط السياحي وتفعيل فكرة القرى الأكثر إنتاجا. يعني نشوف التقرير ونرجع مع بعض.
احنا النهارده معاكم في محافظه الفيوم بالاخص من داخل قريه تونس. الحقيقه قريه تونس تعتبر من اهم وابرز الاماكن السياحيه هنا في مصر، وكمان بتتميز قريه تونس بصناعه الفخار. انا معايا استاذ محمود هيكلمنا اكتر عن الاعمال اليدويه اللي بيعملوها في صناعه الفخار. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمود. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. عاوز حضرتك تكلمنا وتعرفنا اكتر عن مهنه صناعه الفخار. تعتبر صناعة الفخار في القرية من أهم الصناعات أو من أهم العناصر اللي اتبنت عليها القرية. دلوقتي القرية بتتميز وبتشتهر بصناعة الخزف والفخار اللي هو الحاجات اللي هي واخدة البريق المعدني. مشهور بنستخدم بنعمل منها حاجات مختلفة دلوقتي، حاجات اللي بنستخدمها في المنازل وحاجات للزينة. في سياح هنا بيجوا وبيترددوا على حضرتك كتير وبيشتروا فعلا الحاجات دي؟ ايوه، دلوقتي المنطقه بقت منطقه جذب سياحيه ومنطقه بيئيه، بيجيها سياح من كل الاماكن، وبنعمل مهرجان للخزف. ده بيكون مشهور حول العالم، بتيجي له الناس اللي هم المهتمين بالصناعه، المتذوقين للفن، اللي بيحبوا يشتروا حاجه صناعه يدويه بتتميز بالدقه والجمال، وبيكون فيها عناصر كتيره مشتركه بين وجودنا هنا في القريه والصناعه اللي احنا بنقدمها او المنتج اللي احنا كنا بنعمله. هي القريه دي يا استاذ محمود من زمان وهي بتشتهر بهذه الصناعه، ولا دي من فتره قريبه؟ لا، من فتره طويله جت ست سويسريه اسمها ايفلين بوري، هي اللي معلمانا الخزف، عملت مدرسه لتعليم اولاد الريف والحضر على صناعه الفخار، واحنا اتعلمنا. دلوقتي القريه دلوقتي بقت من اشهر القرى الجمهوريه في صناعه الخزف، بقى فيها اكتر من مكان. كل الاماكن دلوقتي، يعني كل المدرسه اللي ايفلين بري عملتها، كل التلامذه، احنا تلامذتها كل مكان دلوقتي، بقى في عدد من التلامذه بيعلمهم وبيدربهم وبيطلعوا وبيفتحوا اماكن وبنشارك في معارض. دلوقتي يا استاذ محمود اخذنا داخل ورشه الاعمال الفخاريه، عاوز حضرتك بقى تشرح لنا ايه اللي حضرتك بتعمله بالظبط. دلوقتي احنا بنقوم بعمليه التشكيل، اول مرحله في صناعه الخزف هي التشكيل. التشكيل هنا دلوقتي بنشكل على ده، اسمه الدولاب في الخزف، اسمه الدولاب ده، بيدور بالرجل على شف كده وبس، ونبتدي التشكيل. اول مرحله بنضغط على الطينه لتحت علشان تلزق، لو احنا هنعمل حاجه اي اناء فخاري مدور واخد شكل زي ده كده. طبعا زي ما شفنا في التقرير، طبعا دي قريه من ضمن قرى محافظه الفيوم، تعد من القرى المتميزه في الصناعات اليدويه، ودي حقيقه فعلا فكره جميله جدا، ان لابد ان يكون هناك عنايه خاصه من الدوله تجاه هؤلاء الشباب اللي هم بيبحثوا عن فرصة عمل. طبعا الغريب أن هناك الكثير من القرى، وهذه القرى فعلا تحتاج إلى الرعاية. نرجع تاني لموضوعنا مع الدكتور سمير عبد الرازق أمين عام شعبة المبدعين العرب. احنا اتكلمنا طبعا عن موضوع أن هناك منهجية مفترض للدولة أن تقوم بها في دعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة. أولا قيمة المشروعات الصغيرة في أي دولة، في أي شعب، أنك أنت عندك نسبة كبيرة من المجتمع بتعمل عمل مكتبي، ونسبة قليلة جدا بتعمل عمل إنتاجي. تمام. المفروض عشان أنت تخلي هذا المجتمع، تحوله من مجتمع استهلاكي لمجتمع إنتاجي، لازم تزود شريحة العاملين في الإنتاج. مثال، أما إحنا كنا بنستورد المنتجات الفرعونية من الصين، ليه؟ رغم أن إحنا المصريين واحنا عندنا الحضاره المصريه اللي بنتكلم عليها، وبالتالي عندنا احنا كشعبه امانه الحرف اليدويه اللي تخصصت في بعض حاجات، منها المنتجات الفرعونيه والمنتجات الجلديه، حوالي 20 حاجه، وفيها تدريب وتسويق على اعلى مستوى، وموجوده وهنعلنها في البرنامج المحارب جمال طلعت في محافظات الجمهوريه، يعني مش لسه هتتعمل. لكن احنا عشان نتكلم على دي ونقول دور الدولة، لا، دور الدولة ان يتعمل بنك لمساعدة، بنسميه المشروعات الصغيرة بقى. بنك لمساعدة المشروعات الصغيرة، متخصص للمشروعات الصغيرة. ليه؟ لان الدور التدريبي اتعمل من خلال الدولة برضو على فكرة، ومن خلال هيئات المجتمع المدني. احنا عندنا محارب جمال طلعت مع وزير التعليم العالي او المصنع كوتشي في المنيا،
ودي أول مرة في التاريخ آه. إن يتعمل مصنع من طلبة، مصنع بيصنع حاجة إحنا بنجيبها من برة. أما تيجي تقول عندك في هناك مثلا قرية، بنتكلم على قرية الفخار آه. ليه ما يبقاش إحنا عندي بدأ من التدريب، بدأ من التصنيع، بدأ من التسويق؟ هو بس هو في مشكله بتقابل الشباب اللي هم موجودين في بعض القرى اللي هي مشروعات الحرف اليدويه، اللي هي فكره التسويق او تبني فكره التسويق داخل المشروعات. يعني هم عندهم القدره على العطاء، عندهم القدره على الصناعه، لكن بيواجهوا مشكله. وطبعا عندنا برضو تقرير تاني، قريه ساقيه ابو شعره برضو بيواجهوا نفس المشكله. هم عندهم القدره على الانتاج. في التسويق بالنسبه للحرف الصغيره اه بيعتمد على هل المنتج ده قادر على المنافسه مع منتج تاني بيجي ولا لا. تمام. يعني تخيل ان مثلا محارب جمال طلعت في امانه الحرف اليدويه، ساعات بيجي ينطلب منه كميات كبيره جدا، بيلاقي اللي تم تدريبه عنده بيبيع هذا المنتج في مكانه لانه نجح يطلع منتج سليم. انا يعني عشان نتكلم، انا رايي ان مفيش ادنى مشاكل، هي القضيه فكر كويس ونوايا. بمعنى تمام. انت قمت بتدريب جيد وطلعت صانع جيد يطلع منتج جيد أوه. يبقى هذا المنتج بيجد تسويقه. طب هيجد تسويقه في جزء من صناعة المنتج نفسها محددة لسياسة التسويق، وفي جزء تقصير من احنا كمجتمع من ان احنا ما بنظهرش هذا الشغل للناس. نعم. طيب برضو من ضمن الامور اللي هي الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، معانا تقرير دلوقتي شاب من ضمن الشباب اسمه احمد الخولي، ده خريج معهد الحسابات. طبعا هو شاب من ضمن الشباب الذي يبحث دائما عن العمل، مركز على انه طبعا حصل على مؤهل عالي وقعد في البيت وبدا يبحث عن الورق والقلم. زي ما طبعا الدكتور سمير قال ان هناك 15% من الشباب ممن يمتهنون الصناعات الصغيره او المشروعات الصغيره، وهناك اكثر من 80% من الشباب او يقل قليل يبحث دائما عن الورق والقلم، عايز يشتغل على مكتب ويقعد في مكتب او يمارس مهنه ان هو يبقى راجل ايه قاعد على مكتب وهكذا بس. لكن عندنا نموذج من ضمن النماذج فعلا، وانا بقول ان ده من ضمن النماذج الرائده في الصناعات او المشروعات الصغيره. اسمه احمد الخولي، هنشوف التقرير كده ونرجع مع بعض. في شارع الشحاتيه بالقرب من اختارنا لك، لقيت الشاب الطيب المكافح ما شاء الله عليه عامل مشروع جميل جدا. انا شدني ليه انا واقف يمكن اكتر من ساعه ونص تقريبا جنبه، لاحظت شويه ملاحظات. اول حاجه لقيت الجوانتي اللي في ايده ده بيغيره بعد كام سندوتش، لما بيخلص المكان ده بيغير الجوانتيات. كمان الزيت بالنسبه اللي بيحط زيت قليل جدا، الزيت كمان بيغيره مع كل معرفش تقريبا مع كل كام سندوتش. طبعا اتعرفت عليه، اسمه احمد الخولي من سمنود. طبعا يا احمد اول حاجه انا بتشرف بيك، خلي بالك حاجه اتحرق. انا بشكرك اللي انت سمحت لي اللي انا اصور معاك. انا اتمنى ان انت تكون ابني، انا اتمنى ان انت تكون ابني او اخويا الصغير، وانا فخور بيك. انا شفتك وقلت لازم اجي اصور معاك للذكرى، ولازم يعني انا نفسي كده اشوفك باذن الله تبقى مستثمر كبير. لو بس انا عايز اعرف بس انت خريج ايه ومنين؟ انا هنا من سمنود اسمي احمد الخولي. والله انا خريج معهد حسابات في القاهره. مش معهد حسابات؟ اه. مش مكسوف انك واقف في الشارع بتشغلها هنا بتشتغل في الشارع؟ ايوه. انا الفكره في البدايه كنت حاسس الموقف صعب، بس لما نزلت واتعاملت ولقيت الناس بتدعم وفي تشجيع، يعني الموضوع عادي. وانت بدل دلوقتي مثلا، بدل ما انا اروح اقعد على كافيتيريا او مثلا اقعد اشرب حاجه مثلا زي شراب ربنا يهدي، طب ليه يعني؟ بتنزل نفسي تمام. وان شاء الله ربنا يكرمني في حاجه قدام. امين يا رب. كمان انا مش عايز احسد، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، انا من شايف اتكلم معاك من الزحمه اللي موجوده، مش عايز اطول عليك. انا شفت المشروع بتاعك وشايف احمد تقريبا بقاله يمكن ساعه ونص او اكتر، وفي جهاز ورا هنا الانبوبه مش كده، والاخ اللي جنبك بقى عشان اديله حقه شايفه برده واقف بيساعد معاك، زميلي بيساعدني ولابس جوانتي برده اهوت. فانا شايف النظافه هنا بسم الله ما شاء الله، يعني نظافه ما يعني موضوع الزيت ده لوحده، الزيت اللي بيتغير بعد كام سندوتش يمكن 10 سندوتشات. اول ما الطفله بتهدى شويه بروح شايل منظفها بمنديل عشان احط زيت جديد في السندوتشات الجديده، عشان ما يبقاش الزيت مثلا كل حاجه تنظيف على طول دايما. طبعا احنا زي ما شفنا التقرير ده شاب من ضمن الشباب المكافح والمناضل اللي هو فعلا دور على المشروعات الصغيره. على فكره معانا نموذج ايضا، بس مش مهم يعني مش وقت البرنامج، وقت البرنامج لا يسمع. عندنا برضو في طالبه في كليه التربيه جامعه عين شمس واقفه
في ميدان عبد المنعم رياض، بتبيع سندوتشات وبتبيع حاجات خاصه للسواقين. طبعا ده جميل جدا ان احنا بنلاقي نماذج شابه ما بتبصش لموضوع انا معايا مؤهل ايه، لكن انا عايز ابحث عن لقمه العيش. برضو بنرجع تاني للدكتور سمير عبد الرازق امين عام شعبه المبدعين العرب، ونقول له من وجهه نظرك كنموذج من ضمن النماذج الشابه اللي زي احمد دوت، حضرتك توجه له ايه وتقول ايه للشباب الامثاله اللي هو ده بيشتغل ودوكو قاعد على القهوه وقاعد في البيت ما بيشتغلش؟ وطبعا كامل الشكر هذا الشاب لانه فضل انه يعمل عن انه يبقى عاطل. نعم. بصرف النظر عن المؤهل او غيره، لكن انا هقول له حاجه بسيطه جدا يعرف انه ان ده بدايه الفكر المنقوص اللي يجب يبقى عندنا عشان يبقى عندنا صناعه. احنا بنشوف خبراء تسويق في الشوارع صينيين شايلين على كتفنا، بنعتقد ان ده صبي تسويق، ده دكتوراه في التسويق. كل اللي عملوا ايه؟ احتك بالمستهلك، طلع بمنتج سواء جديد، هو جاي عشان ياخد المنتج اللي انت عايزه عشان يبتدي يطلبه ويبعته للأكبر منه عشان يبقى في مصانع بتبعت، وممكن المرحلة دي تاخد شهر. تمام. انا نفسي احنا في مصر يا دكتور يبقى عندنا هذا النظام اللي هو فيدباك كنترول سيستم، بمعنى ان انا يبقى عندي دايرة بتبدأ بالتسويق اللي تحت ده الشارع. هنكمل مع حضرتك بس نخرج فاصل ونرجع تاني ونكمل عن كيفية تفعيل المشروعات الصغيرة. مشاهدينا الاعزاء ورجعنا لكم تاني. قبل الفاصل كنا بنتكلم على النموذج الشاب احمد الخولي، الشاب اللي هو استطاع ان يغير فكره التحول من المنهجيه الاستهلاكيه الى المنهجيه الانتاجيه. دكتور سمير عبد الرازق الامين العام لشعبه المبدعين العرب، من وجهه نظر حضرتك كيفيه تغيير فكره الشباب من الفكر الاستهلاكي الى الفكر الانتاجي؟ اولا الدور لما نتكلم على الدور الخاص بالحرف اليدويه من خلال تجربه شعبه المبدعين العرب ومن خلال تجربه القرى المنتشره على مصر. مش بس الشعبه، يعني انت عندك قريه زي ساقيه ابو شعره. ايه اللي اصل صناعه السجاد هناك؟ مجموعات لم تعتمد على الوظائف الحكوميه ابتدت تشتغل وابتدت تشغل غيرها، عملت الخطوات اللي احنا بنقول عليها تدريب وبقى تسويق ونجحت. ده في هي تعرضت الموظفين وشغالين برضو يدويا. طب وهي ما هي بقى ما انت بتحول لانتاج سواء كنت موظف او كنت غير موظف. نعم. انت مش مثالي تبقى موظف. هو بس ان ما فيش العدد الكافي انه يتعامل في المهن فدخل او الموظف لقاها اكثر ربحا فبدا يخش. كلا الحالتين انت بترمي في السوق حاجه اسمها ناتج. نعم. الناتج ده تعرض لفترة معينة للتسويق لأن الصناعات الكبيرة اللي فيها أسعار كتيرة اللي عايزة دول وتسويق خارجي زي السجاد، وده احنا أثرنا في التسويق مع القرى الأكثر إنتاجا للسجاد زي الساقية. طيب. وزي قرية ساقية المنادي زي ما قلنا الأساس الصدفي، لكن ده ماشي كتير دلوقتي في دول شمال. طب هل تغيير الفكر الاستهلاكي إلى الفكر الإنتاجي للشباب مرتبط بدور الدولة أم دور منظمات المجتمع المدني؟ هو منظمات المجتمع المدني أقصى اللي يقدروا يقوموا بالثلاث خطوات، قلنا تدريب وبعد التدريب يعمل تسويق بقدر ما يسمح. لكن الدور المنوط زي ما قلناه في الدولة اللي أنا ما أقدرش أعمله كمجتمع مدني اللي هو عملية التمويل للي هو عايز يقتحم هذا المجال. إذا أنا عايز أجيب مواد وعايز ما معيش فيبقى في فرص، وخصوصا دي بنسميها مشروعات صغيرة، يعني قروض صغيرة جدا قد لا تتجاوز 10,000 جنيه للشاب، وطبعا دي حاجة بسيطة جدا. نعم. يعني أما يبقى عيل أو شاب راح واتدرب ده مش كده كمان،
هو بيتدرب ويبتدي يبقى مركز يدرب فيه وهكذا، يبقى انت بتعلي قيمة اللي هو الانتاج من خلال حرف يدوية. النقطة الثانية، حرف يدوية دي انت بتصنع ايه؟ انت بتصنع الحاجات اللي انت اصلا بتشتريها بملايين الدولارات. مثال زي ما قلنا، ازاي دولة ذات حضارة تبتدي تستورد كل المنتجات الفرعونية عشان تديها للساعة على أرض مصر دلوقتي من خلال شعبة المبدعين والمحارب جمال طلعت. تم وطبعا بقرار رئيس الجمهورية منع استيراد المنتجات الفرعونية الصينية. ليه؟ لأنها بقت موجودة في السوق المصري عشان تلمي الصناعة اليدوية. لا ده مش تنمي، لأنها مش هيمنع إلا لما يبقى فيه اكتفاء في هذه الصناعة. انت بنتكلم على الصناعة مع 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 جمال طلعت في 15-20 سنة، بنتكلم على 140 ألف متدرب على مستوى مصر. هؤلاء المتدربين بقى عندهم انتاج في السوق المصري يكفي انه يعمل ايه؟ اكتفاء. وبالتالي خرق قرار دولة بعدم استيراد المنتجات الفرعونية. احنا عايزين هذا القرار ينسحب على حاجات كتيرة بسيطة احنا بنستوردها وبتاخد فلوسنا سواء دولارات او غيره وبتأثر على اقتصادنا. طيب نشوف تقرير كده، قرية ساقط ابو شعره كنموذج من ضمن النماذج اللي عرضها الدكتور سمير عبد الرازق، ان لابد للدوله ومنظمات المجتمع المدني ان تقف بجوار هؤلاء. نشوف التقرير ونرجع مع بعض. صناعة السجاد صناعة متوارثة عندنا في القرية هنا من حوالي 70-80 سنة، حوالي سنة 1940 أو يمكن قبل كده شوية. فالأجيال متوارثينها من حلاوتها وجمالها وفنها وحب الأطفال ليها والرجالة ليها والكبار ليها والصغير ليها. تمام. طيب كنت عايز أعرف، هي يعني الصناعة هنا عندكم يعني بادئة بقالها يعني كتير، هل بقى يعني متكملة بنفس المجهود اللي بعتوه من الأول؟ لا طبعًا، بيقل طبعًا. بيقل. الاسباب ايه بقى؟ كلمني ايه الاسباب اللي مخليه المجهود؟ الاسباب اللي بتقل ان هو الماده الخام قلت وغليت. لما الماده الخام قلت وغليت في الاستيراد والكلام ده، بدانا نجيب حرير مصري مش حرير مستورد او حرير طبيعي صيني. لان كنا بنجيب حرير من الصين ومن روسيا ومن الاتحاد السوفيتي والحاجات دي، بس دلوقتي ما بقاش نجيب غير مصري، من الحرير المصري من هنا. فهو ده اللي يعني خلى الصناعه قلت شويه. وبالنسبه للانتاج قل يا جماعه، على اساس ان العمال ما كانوش هنا بيلاقوا العائد اللي يكفيهم، ما كانش في عائد يكفيهم، فحبوا يبصوا حاجه تانية وحبوا المكان التاني. طب ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها عشان تطوروا وترجعوا زي زمان؟ التسويق اهم شيء، التسويق والماده الخام طبعا تتوفر. الحاجتين دول، الماده الخام والتسويق. اديني ماده خام وتعرفني هسوق فين، هيبقى الشغل تمام وزي الفل الحمد لله. انما دلوقتي اغلب التجار في مصر بيستوردوا سجاد من بره، اللي هو السجاد المستورد. فعشان يستوردوا الصناعة دي هتقف، فعشان تقف الناس دي هتقف. بس واهم شيء الحاجتين دول، صناعة المادة الخام والتسويق. زي ما شفنا في التقرير ده برضو نموذج من ضمن النماذج، القرى المنتجة او القرى التي تنمي الصناعات اليدوية والحرف والمشروعات الصغيرة يعني. دكتور سمير عبد الرازق، هو السؤال طبعا اللي هو ممكن يكون موجود في الشارع المصري، ان كتير جدا من بعض الدول التي نجحت في اقتصاديات الصناعات اليدوية والمشروعات الصغيرة، يعني ليه النماذج دي نجحت في بعض الدول ولم تحقق النجاح المرجو في مصر؟ يعني هي دي مرتبطة بحاجتين. الحاجة الأولى، هل التسويق أولا ولا الانتاج أولا؟ دي مرحلة. المرحلة الثانية، الإمكانات اللي هي زي ما قلنا اللي ممكن تقدمها الدولة لهذه الصناعات الصغيرة من خلال بنك متخصص للايه لتمويل هذه المشروعات الصغيرة. اما نيجي نقول التسويق الاول ولا الانتاج، احنا قلنا مثال واحنا في سياق الكلام انك انت بتقابل صينيات في الشارع شايلة على كتفها حاجات بتبيعها. تمام. الناس بتعتقد ان هذه البنت او هذا الولد صبي تسويق، ما يعرفش ان ده ممكن يبقى استاذ دكتور في التسويق في جامعة صينية. هو مش نازل عشان هيقعد يتكلم في مكتب ويدي فكره. ده المختلف عننا. ان احنا بنتكلم تسويق في مكاتب كويس،
في حين انه مش مرتبطه عمليه تسويق بالانتاج اصلا. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان عمليه التسويق بتاعتنا ممكن نسوق حاجه احنا اللي عايزين نفرضها على المجتمع مش محتاج، مع العلم ان في مرحله الانتاج نفسها المفروض ان انا بنتج الجزء اللي محتاجه المجتمع. ده نتيجه ان التسويق اولا. احنا بنقول بيحصل ايه بقى في الصينيين في في في, في اجمل نظام تسويق في العالم في نجاح، انه بينزل خبير انت بتعامل مع الست البيت وفي الشارع وبيشوف حاجتين، المنتج بتاعه اللي عمله شرقي ده عجبك ولا اغيره؟ مش بيقيم الاداء، ما عندوش جمود خالص زي عندنا، بيقيم اداء المشروع اللي عمله. ايوه مش عندنا نزل منتج وهتاخده غصب عنك. نمره اتنين، انت عندك حاجه طلبات على المنتج ده، طب انت عندك منتج جديد اصنعه لك؟ مثال كده زي ما قلنا في حلقات سابقه انه بينزل يلاقي سبحه بياخد السبحه يحدفها هنا، يبقى ده تسويق ادى الى انتاج، يبقى هنا التسويق اولا قبل الانتاج. طيب لقى سجاده، اظن الصين اللي بتعمل لك السجاد السعوديه ومصر وكله ليه؟ لانه عندهم التسويق يسبق الانتاج، ودي افضل طريقه. انما انا عندي انتاج بنتج، نمره واحد ممكن انتج شيء مش محتاجه المجتمع. نمره اتنين انتجه ما احسنش التسويق بتاعه، وده اللي حصل عندنا. ممكن انتاجه وتكلفته اعلى من شريحه المجتمع المطلوب ليه. انا ممكن على فكره يا دكتور انا ممكن انتج حاجه، في حاجه اسمها امبورت ريستريكشن، هتدخلنا في شغل اللي هو قيود الاستيراد. الناس ايه قيود الاستيراد؟ لحمايه الصناعه الوطنيه. طب هي فين الصناعه الوطنيه اللي انا هعملها؟ انت تعرف ان موضوع ان انا يبقى عندي منتج وانه يبقى تكلفته اعلى من بره ده طبيعي، وان انا ابتدي اشجعه، اشجعه بايه؟ بقيدين، قيد اسمه الكوتا اللي هو كميه المستورد، ان انا مش هفتحها لكل الناس تجيب لي تموت الصناعه الوطنيه، وقيد تاني اسمه ايه؟ تعريف، عشان يبقى عندي سعر تنافسي. ده مش جاي عشان الدوله عايزه تعمل جمارك، ده جاي عشان يعمل ايه؟ يحمي المنتج اللي جوه. طب المنتج اللي جوه نايم، نايم لانه غير مرتبط بسياسه تسويق قبل الانتاج. لازم تنتج الحاجات اللي دايرة التسويق بتاعتها عملت. وبالتالي عشان يبقى كلامه مفيد ونقفله على حاجة، لازم الشخص اللي انت بتنزله الشارع يبقى مرتبط في دايرة اخرها الانتاج. يعني الراجل اللي نزل التسويق وخد فكرة وبلغها للدكتور اشرف على رئيس مجلس ادارة المصنع او غيره، ياخد قرار فورا بانتاج هذا. طب اقول لسعادتك حاجة عندنا، احنا كمجتمع مش كدولة، الدولة عمل حاجات كتير لو في وقت هنصيغها لو في وقت، انما من حيث الانتاج احنا بنخاف جدا نقتحم انتاج جديد. احنا ممكن نشتغل انتاج تقليد حتى في الاستثمار. انت ممكن تقلد محل جنبك، انما مش ممكن تخش فكره جديده. ما دي للاسف طبعا موجود في الشارع المصري، مستثمر جبان. ايوه للاسف. طب احنا معانا تقرير دلوقتي، طبعا الاسبوع اللي فات، وممكن نخرج عن اطار الموضوع بتاعنا، لكن برضو من ضمن الأحداث التي تعرضت لها مصر خلال الأسبوع الماضي اللي هي موضوع الأمطار الغزيرة التي أدت إلى غرق الكثير من المناطق التي لم توجد في الحسبان أن تتعرض لهذا الغرق. يعني السنة اللي فاتت غرقت بعض المدن الكبيرة زي مدينتي والرحاب والقرى الجديدة، للأسف الحكومة لم تتعلم من الدرس، وإن كانت النتيجة السنة دي إن كانت الأمطار غزيرة أظهرت خلل المحليات في مواجهة الكوارث. نشوف التقرير دوت وبعد كده نرجع مع بعض. تقرير طبعا مش عارف اقول ده تقرير طريف ولا تقرير محزن، ان طبعا ده شاب حب يعالج مشكلة موضوع ازمة المواصلات عند الطلبة، بيعد الطالب او الناس من الشارع لشارع وبياخد اجر مالي. ده طبعا يؤكد على ان شوية امطار
أظهرت أن المحليات ليس لديها رؤية وليس لديها خطة في مواجهة الكوارث. دكتور سمير، من وجهة نظر حضرتك في هذا التقرير إيه؟ عشان ما نظلمش حد في الاتجاهات وفي خلال دقائق بسيطة، أنت عشان تتكلم على طيب عملية تصريف الأمطار وتصريف الصرف الصحي بالذات، أنت بتتكلم على مش مدن جيل الرابع خدمات زي المدينة زي العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية عندك تصريف أمطار لوحده، تصريف صرف صحي لوحده، عندك مرافق تانية لوحدها. إنما أنت بتتكلم عن مدن اتعملت في وقت معين كانت متقدمة. في الوقت الحالي تعرضت لحاجتين، أولا تضاعف السكان لـ20% المنطقة، ثانيا البيت اللي كان دورين بقى برج، وبالتالي بقى عبء على شبكة الصرف اللي موجودة. لازم تتكلم وقاع الأول، وبالتالي انت عندك في الصرف الصحي اصلا انت عايز سعة 10 أضعاف اللي كانت موجودة، ما بالك الامطار وسوء الاحوال الجوية اللي هي بتوصل الفترة دي اللي حاجات غير مسبوقة. يعيب فقط، عشان مش بقولك ما يبقاش كله على الدولة، يعيب فقط المحليات حاجتين. انت عارف بتقرير سابق للطقس ان وقته الدنيا هتبوظ، انت مطلوب منك حاجتين، واحد خطة قبل وخطة بعد عشان المواطن يشوفها. لو المواطن شافك واقف قبل وبتتعامل بقدر ما تملك، يبقى استطاع ان هو يتوقع الكارثة يعني. وغلبه وظهرت المشكلة، ما هتظهر لانها ظهرت في كل عاصم العالم، كل عاصم العالم غرقان. يبقى في الحالة لكن وهي غرقانة واقف المسؤول غرقان فيها، فأنا كمواطن بشوفه بضطر أسكت والتمس العذر. طيب ماشي، شكرا. طبعا احنا سعداء جدا بوجود الدكتور سمير عبد الرازق الأمين العام لشعبة المبدعين العرب، وحقيقة احنا استفدنا كتير جدا جدا، وأنا شخصيا استفدت منه من تعريجه على بعض التقارير الموجودة. أنا في نهاية الحلقة طبعا بشكر السادة المشاهدين، وطبعا أنا عايز أتقدم بتهنئة للأستاذ محمود المرسي رئيس مجلس مدينة الباجور على خطوبة نجله الكبير محمد محمود المرسي على إسراء محمد الشمندي. تحياتي طبعا للأستاذ محمود المرسي، وبنقول له ألف مبروك وعبال الليلة الكبيرة، وتحياتي لأسرة الأستاذ محمود المرسي، وإن شاء الله الناس نرى له الأفراح الكثير يعني. تحياتي للمشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.